حياكم الله أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام، وقالت العرب أيضا وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، وقيل أيضا العمر كما ضاقت بلاد بأهلها ولكن آمال الرجال تضيق، وطني ليس حقيبه وأنا لست مسافر والوطن لأهله، وكل طارئ ودخيل وكل معتد على الوطن لا بد أن يفنى من صفحات التاريخ ومن واقع الناس الذين يسعى إلى ظلمهم، لأن التراب يعرف أهله والأرض تستدل على ساكنيها وأصحابها حتى وإن هجروا عنوة وتعسفا وقسرا عنها. مشاهدينا الكرام، جرح السودان هو جرح من جراحات الأمة المجتمعة لا ينفصل شاعرها عنها ولا تنفصل عنه. معنا الشاعر أسامة تاج السر، الشاعر السوداني الجميل من الدوحة عبر الإنترنت. حياكم الله أستاذ أسامة، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، مرحبا بك. حياك الله وأسعدك وأسعد بك، وتحيتي إلى جمهورك الوارف، إلى مشاهدي الرافدين في مشارق الأرض ومغاربها وفي وطننا العربي المنكوب. قبل الذهاب إلى الشعر والذهاب بعيدا بنقاشات متعددة، أستاذ أسامة، توطئة بسيطة بمدة زمنية محدودة تحدثنا بها عن أسامة تاج السر، الشعر السوداني الجميل الأكاديمي المتميز، يعني شيء من السيرة الذاتية تود أن نعرفه، تفضل لك الكلمة. مرحبتين، أسامة تاج السر، أستاذ مساعد دكتوراه الأدب والنقد الحديث في نقد المرشد إلى فهم أشعار العربي وصناعتها، يا سلام، لعلامة السودان عبد الله الطيب المجذوب، أستاذ مساعد في جامعة الخرطوم بكلية الآداب، وأستاذ مساعد بكلية أحمد في الدوحة قطر. نعم. شاعر وأكاديمي وناقد، صدرت لي 5 دواوين شعرية ما شاء الله، ابتداء بأرجوحة القمر الخلاسي الذي في العام 1900 2009، وكجذور الغمامة بالنبع صدر عن دائرة الشارقة، عن دائرة الثقافة بالشارقة في العام 2017، ثم الرحيق على شفة السنبلة عن دار الأجنحة في العام 2020، ثم نافذة بكهف الغيب عن موزايك في العام 2024، وكذلك أغنية للأرض السمراء عن دار الأجنحة 2024، بالإضافة إلى بعض الأوراق النقدية المنشورة في المجلات المحكمة وبعض الكتب النقدية كذلك. ما شاء الله، يعني تجربة حافلة نرجو لها أن تستمر حتى يدوم هذا الجمال ويروي الأرض العطشة في السودان وفي مختلف نواحي أمتنا الواحدة. دكتور أسامة، قبل أن نتناقش نود أن نفتتح هذه الحلقة بشيء من الشعر لبلدك الذي تحب، للعروبة التي تحب، للإنسانية التي تحب، للحب الذي تحب، تفضل لك الكلمة والقصيدة. أفتتح بالنافذة، نافذة بكهف الغيب. تفضل. أفنيت في الشعر عمرا كي أكون أنا، فقال لي موقنا ما أفدح الثمن، يا سلام، لسوف تحيا غريبا ضل عن زمن فيه ليحيا بعيد المنتهى زمنا. نيت في الشعر عمرا كي أكون أنا، فقال لي موقنا ما أفتح الثمن، لسوف تحيا غريبا ضل عن زمن فيه ليحيا بعيد المنتهى زمنا. الشعر والموت
ما أقسى طريقهما، فيه الخلود ولكن المسير عنا. فقلت يا شعر عمري أنجم رحلت في الأفق دهرا، وها هي تستحيل سنا، لسوف أحيا غدا ضوءا لملتمس النور الحقيقة، إن حرف الضياء لحنا. قد عشت للشعر أستجلي حقيقته، يا سلام. أسلمته الآن والآتي، فرق دنا. قد عشت لا حلم إلا وهو أوله، حتى غدا في منافي مهجة السكن به، فتحت بغيب الكهف نافذة به فتحت بكهف الغيب نافذة، فأنبت الظل في قيلولة الفنن. رأيت كل المعاني وهي عارية، فجئت بالحرف ثوبا يستر البدن، يمتد ضوء من المعنى يشاغبني، يقول لي واثق الألحان متزنا، هبني أهبك من المعنى تفرده الله. معناك، هبني أهبك من المعنى تفرده معناك، أسررت في معناك قد كمنا. يا شعر يا منبت الألحان في رئتي، نحياك جدا إلى حيث الحياة فنا، كأننا حلم في عين قارئنا، من ذا بغير الرؤى يوما تأولنا. آنست في الجانب الشعري سنبلة من الضياء وترتيلا وحقل منى، الله. فجئت أقدس والإلهام متقد نايا أخيط به في وحشة الوطن، قلبي على وطن الغافي على وجعه، وإنما يوجع الأوطان يوجعنا، قلبي على وطن الغافي على وجع، وإنما يوجع الأوطان يوجعنا. هذه بلادي كسر بت أحفظها، وليس يحفظ سر الأرض من جبنا. وليس يحفظ سر الأرض من جبنا. كسر بت أحفظها، وليس يحفظ سر يا الأرض سلام. من جبنا. ما أجملك دكتور أسامة، يعني لا فضة فوك ولا عشا شانئوك، وصح لسانك، ولا خلا ولا عدم، وكل عبارات الثناء لا تكفي تعقيبا على ما جاء في هذا النص الإنساني، النص العامر برائحة تعابق الأرض وارتباطها ما بين روح صاحبها وما بين ترابه الذي لا يتخلى عنه. هذا العتب الجميل الذي يثبت أن الشاعر لا ينفصل عن ترابه حتى وإن أجبر على التغرب عنه، إلا أنه لا ينسلخ منه ولا ينفك عنه يوما. دكتور أسامة، بعيدا عن الشعر قريبا منه نقاشا، كيف يمكن للشعر وفكرة الشعر أن تكرس لمنظومة الوعي في مجتمع ما، أن تعزز هذا الوعي، أن تضيء عليه؟ دور الشعر هنا في مسألة الوعي، تفضل. بدأنا وتطرقنا إلى ليت شعري التي نكثر من قولها تعجبا. نعم. ليت شعري ما حدث، ليت شعري، ليت شعري. الشعر نبوءة ماثلة في كل أزمنتها، بعضها كاشف لحقيقة ماثلة، وبعضها تطلع إلى غيب بعيد. لا ينفصم الشاعر عن واقعه، عن مجتمعه، عن حياته. صدقت. ولكنه دائما يرى بعين بصيرته وعين شعره ما لا يراه الآخرون. صدقت. فكم من نبوءة يراها الشاعر تصدق بعد عشرات السنين، نعم، وهو حينما كان يكتب ويتطلع إليها إنما كان يراها عيانا بيانا. نعم.
الشعر كائن غريب يا صديقي، غريب غريب، يفتح لنا زوايا في الكون لا يراها سوانا، لا يراها غير الشاعر، ولكن كثير من الشعراء عمي لا يرون، لأن الشاعر الذي يغرق في ذاتيته لا يرى من الحياة إلا القليل 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 القليل. إن الشاعر الذي يغرق في ذاتيته لا يرى من الحياة إلا القليل القليل القليل، عبارة من ذهب تسجل على جدار الوعي الصافي من ما قاله وصرح لنا به في بيت القصيد الشاعر السوداني الجميل جدا الدكتور أسامة تاج السر. دكتور أسامة، عن دور الشعر والشاعر بالتوثيق والتأريخ لواقع الشعوب، هل ترى أن الشعر والشاعر قادران على أن يوثقوا مرحلة أو يضيئوا عليها بشعرهم، بحيث تكون بعض الأفكار الواردة في نصوصهم ربما يعني إضاءة، تمثل إضاءة للأجيال القادمة فيستوعبوا ما حصل في مرحلة أو حقبة تاريخية معينة، هل الشعر يستوعب ذلك والشاعر؟ الشعر كان وما زال ولا زال هو التسجيل الأسبق للحياة. نعم. علموا أبناءكم الشعر فإن الشعر ديوان العرب. يا سلام. هذه العبارة الخالدة الأثيرة إنما قيلت لأهمية الشعر ومكانته. صدق طبعا. نعم، أصبح الشعر عند كثيرين يفقد قيمته لهذه الذاتية التي تحدثنا عنها، الذاتية التي تبعده عن الهم، هم المجتمع وهم الإنسانية بصورة عامة. نعم. الثقافة العربية كلها كانت شفاهة، لم تسجل إلا من خلال ألسنة الشعراء، ولذا ما كانت العرب تحتفي بشيء احتفائها بالشاعر. يا سلام. ذاك لأنه هو السجل في زمن شفاهي لم يكتبوا فيه شيئا، كان الشاعر لسان أمته وكان ذخرها وسجلها الذي يدون كل تفاصيل حياتها، وصفا مدحا هجاء رثاء، إنما كل ذلك كان عبارة عن مدونة إنسانية متى فرغناها وحفظناها ووعيناها بعد عشرات بل مئات السنين. نعم. ولولا الشعراء لما عرفنا شيئا عن تاريخنا البعيد البعيد البعيد. أحسنت كثيرا. حتى نستمع إلى قصيدة جديدة منك دكتور أسامة، أريدك أن تجيبني بكل صراحة، ما الذي وجده شعراء الأزمنة السالفة السابقة وفقده شعراء زمننا بكل صراحة؟ تفضل. هذه الجماعية وهذه الفردانية. أنا أقول الشاعر الذي يريد أن يكون أمة لا بد أن يكون همه الأول هما جمعيا كبيرا، هو مدون، هو ملاحظ، هو مقوم، هو قيم على الحياة كلها. حين ينغلق الشاعر على ذاتيته لا يفعل ذلك إلا بعد أن يصبح هو الجماعة كلها. نعم. وكل شعراء النزعة القومية الإنسانية الكبيرة عمروا الحياة بأشعار كثيرة كثيرة كثيرة، ويعودون عملية طبيعية حين يعود النهر إلى ذاته متجددا من خلال الغيوم ومن خلال الأمطار، ينكفئ الشاعر لا محالة مرة أخرى على نفسه، لكنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يكون قد أصبح هو الحياة بعينها وتمامها وكمالها. والأمثلة على ذلك كبيرة كبيرة. امرؤ القيس قديما قديما بعد مقتل أبيه انكفأ على ذاته وأصبحت الذاتية هي الهم الجمعي، وربما خلد هذا الشعر نفسه. المتنبي بعد أن فارق سيف الدولة انكفأ على نفسه
فأصبحت الذاتية هما جمعيا، الفيتوري، درويش، الجواهري إلى آخره. نعم. من الشعراء يبدأ الشاعر لسانا قوميا كبيرا وإنسانيا ضخما، ثم حين ينكفئ إلى ذاته تأكد حينها أنه هو محور الكون كاملا، ولا يصلها إلا بعد ثقافة. نعم. وتجربة وهم جمعي كبير. من بشائرك الشعرية نطمح إلى واحدة جديدة وقصيدة بإلقائك العذب الذي يعد فارقا ومميزا ويستحق الإشادة الكبيرة والواسعة. دكتور أسامة، إلى قصيدة جديدة تفضل. هذه هذه القصيدة التي سأقرأ هي التي حمل عنوانها الديوان الثاني. تفضل. كجذور الغمامة بالنبع. يا سلام. تقول العصافير للنهر نعم، وهي تنمنم جلبابها بعبير البقول مداعبة موجه، نلتقي بعد وجد. يصبح النهر مرآة والهة لا يغبرها البعد، يسرجه الشوق جزرا ومد. يا سلام. يغني لها مقطعين من القمح، يبذر أشواقه في الخوافي وألحانه في قرار الأبد. تقول العصافير للنهر وهي تنمنم جلبابها من عبير البقول مداعبة موجه، نلتقي بعد وجد. يصبح النهر مرآة والهة لا يغبرها البعد، يسرجه الشوق جزرا ومد. يغني لها مقطعين من القمح، يبذر أشواقه في الخواف وألحانه في قرار الأبد. العصافير عاشقة النهر، والنهر مرآة والهة ذات وعد. يا سلام. عانقتني العصافير وهي تهاجر في جزرها الموسمي، مخبئة من شذى الأرض بعض العبق. قال للنهر مبتسما وهو يفتح مرآته للنجوم ويسكبها في شبق، إن أقصى البداية أقصى النهاية، فاهبط صعودا إلى حيث تنفلت الروح حد الغرق. يا سلام. قال للنهر مبتسما وهو يفتح مرآته للنجوم ويسكبها في شبق، إن أقصى البداية أقصى النهاية، فاهبط صعودا إلى حيث تنفلت الروح حد الغرق. فالطريق الذي بين بين يؤدي إلى خارج النص، مثل زحافين لا ينبغي أن يكونا معا في نسق. يا سلام، يا سلام عليك. قلت لست من النمل كي أستقل إلى البيت ذات الطريق صباح مساء، لست فأرا لأفتح في الأرض نافذتين تكون التي أسفل البيت دوما طريق النجاة، لست طيرا لأعبر خارطتي بغتة بيد أني سأمضي، ولا شيء يسلبني عزة الكبرياء. قال للعشب وهو يسور عينيه بالشوق خوف الخطى المهملات بقارعة الدرب، في نعلها جذوة من سقر. قال للعشب وهو يسور عينيه بالشوق خوف الخطى المهملات بقارعة الدرب، في نعلها جذوة من سقر، إن بالصبر تلبس زينتها الأرض عند مجيء الخريف، فيمتد ظل الشجر، إن أعلى الفروع مدى للتي جذرها موغل في التراب، فكن مثلها في السفر. قلت بل أشتهي أن أكون على رأسها غيمة لا جذور لها أو قيود، كي أعود إلى النهر أن دعتني الصبابات في حلة منتقاة
تليق بعشق وحيد، لست ظلا لفرعي يا سلام. لأبقى بخارطة الفرع فيما له حدود. غنت الأرض لي والمصيف يجردها ثوبها زهرة زهرة، وهو يلعق بشرتها في مجون ويعفرها في الأتون. في غد يزهر الصيف أنشودتيه، تغنيهما الريح تغتال جيش السقوم. كن كأجراسها حين تورق في حلمك المستطاب الظنون. فالطريق المخوف الخطى تطفئ الضوء أنفاسه في العيون. جميل. قلت للريح شرعتها، فلتقل ما تشاء، لي من الريح أحلامها ومن النهر قنديل ماء. فالطريق الذي أشتهي موغل كجذور الغمامة في النبع، يا سلام. لكنها لا تغيبها في الفناء. قد أعود إلى النهر يوما غماما يليق بأوردة النهر، أشدو له مقطعين من الوجد مثل العصافير عند اللقاء. يا سلام عليك، دام هذا الصوت عذبا راقيا ينتصر للأرض والإنسان. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتتبع خطى الجمال وآثار قائلها وصاحبها، لكن قبل المتابعة إلى فاصل ومن ثم نواصل. قمر سوداني جميل مشاهدينا الكرام، حل ضيفا على بيت القصيد وهو صاحب مكان معنا من الدوحة، الشاعر السوداني الجميل الدكتور أسامة جاسر. مرحبا بك ومربحا بهذا الجمال، ومر حبا قلبي وقلب كل مقدر لمثل هذه الكلمات العالية والأفكار الغالية التي تضيف للإنسانية الكثير الكثير. عن فكرة الوطن و تجذرها في روح وقلب وتجربة أسامة جسر حتى وإن غرب عن وطنه باختياره أو مجبرا، حدثنا عن هذه الفكرة وهذا الحنين. قال حين نكون صغارا فإنا نسكن أوطاننا، نعم، ولكن حين نكبر تسكننا هذه الأوطان. لا حياة لإنسان إلا بالوطن. نعم. الوطن حقيقة ومجازا، ودائما ما أقول الوطن الفكرة أكبر من الوطن الحقيقة بحدوده الماثلة. نعم. ودائما أحب فكرة هذه الغمامة التي ترتبط دائما بنهرها، ولكنها ترتبط به بغير جذور. نعم. الوطن ينزف ويكلم ويدمى، وإنما ننزف نحن. كانت الغربة اختيارا لصغار لا بد لهم من حياة جديدة غير التي عشناها وألفناها. حين كنا نعيش لأنفسنا ما كان خيار فرقته أبدا خيار، ولكن الآن نعيش لغيرنا. يا سلام. فخرجنا من الأوطان نحملها بين الحنايا وفي القلوب. إذا عشنا لأنفسنا نعيش حياتنا مرة، وتمتد الحياة بمن يعيش لفكرة حرة. دكتور أسامة، ربما قولك هذا وإجابتك الغنية بالشجن تحيلني إلى سؤال لابد من طرحه الآن، عن الواجب على الشاعر في أوقات الأزمات المتعلقة بوطنه ومحيطه. ما الواجب الذي ينبغي على الشاعر أن يلتزم به ويعني يقوم به في أوقات الأزمات؟ أنا عن نفسي لا ألزم أحدا إلا ما ألزم نفسه.
لنتحدث بالعموميات إذن، بالعموميات بعيدا عن التخصيص. نعم نعم نعم، هذا في عمومياته أيضا. تفضل. لكن لكي نطلق عليه صفة شاعر أو لقب شاعر أو اسم شاعر، نعم، فهي قداسة لا تكون إلا بالشعور، والذي لا يشعر بالآخرين ليس جديرا بحمل هذه الصفة. الشاعر يعيش الإنسانية، إنما أنت تعيش لغيرك لا لنفسك. أعطيت هذا البيان وأعطيت هذه الموهبة لا لتعبر بها عن نفسك فقط، وإنما أنت لسان أمة كاملة. إن لم تكن لسان وطن، إن لم تكن لسان قبيلة، إن لم تكن لسان أمة صغرى، لا ريب، فأنت لسان الإنسانية كاملة، لا شك في هذا. طيب، إذا أردنا الآن أن نستمع إلى قصيدة جديدة وربما تكون مختلفة عن القصائد السابقة التي ألقاها علينا دكتور أسامة، شاعر السوداني أو العروبي أو الإنساني، ولنجعل الوصف مفتوحا على مشارب شتى، نريد قصيدة جديدة هذه المرة وربما مختلفة، تفضل. كلنا شرط. هذه القصيدة كتبتها في العام 2010. نعم. يعني ربما 14 عاما من الآن، وأنا أرى هذه اللحظة التي نعيشها اليوم تماما. يا الله. هي رسالة من الحارث بن وعلة الجرمي، عنوانها الفرعي تداعيات في يوم الكلاب الثالث. حارث بن وعلة كان حامل لواء قبيلتين في يوم الكلاب الثاني، وقال قولته المشهورة: إن رأى تكالب الجماعات على جماعة واحدة فصبرت وصمدت في وجه الجميع، فقاتلت قتالا مرا، فأدرك حينها الحقيقة أن من يدافع عن أرضه وعرضه يختلف عن الذي يدافع أو يطمع في الغنيمة، فرمى اللواء وهرب. وربما هو الشاعر العربي الوحيد الذي فخر بأنه هرب. يقول: فدا لكما رجلي أمي وخالتي، غداة الكلاب إذ تحز الدوابر، نجوت نجاء لم ترى الناس مثله، كأني عقاب عند تيمنا كاسر. استوقفتني هذه القصيدة أمد طويل ونحن ندرس المفضليات، فكنت أبحث لماذا فعل الحارث، لماذا تصرف هذا التصرف، لماذا فعل هكذا، نعم، وبأي شيء يفخر هذا الفخر. فكانت هذه المحاورة وهذه القصيدة على لسانه هو. طالما أنه من تميم، ربما كان هناك امتداد للنسب ما بينه وبين الأحنف بن قيس الذي دخل يوما ما على معاوية بن أبي سفيان وذكر له ما كان بين المسلمين يوم اقتتلوا، وقال له: إننا ننصر الحق بغض النظر عن الرجال، ويعرف الرجال بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. تفضل تفضل إلى القصيدة. طحوت على حلم أخضر السمت، كان ابن وعلة مفتخرا بالهزيمة، ينتشق الصدق في اللحظة الآهلة، ويسرد في نشوة سيرة الحرب، ينسبها لذوي الأنفس الشح، من لا يرون سوى ملكهم فهم الفرض والنافلة، يقول ويكشف عن قلبه كل تلك الندوب، لواء القبيلة يجمع بالحب قواده في الحروب، وعروة يجمع أتباعه للضعينة في زمهرير الشتاء، وبينهم التغلبي وأبناء بكر وذبيان، شتى ضروب رواء الغنيمة يجمع كل السيوف وتأبى القلوب. يا سلام يا سلام عليك. لمن تطمئن إذا دارت الحرب مثل الرحى بالتفال؟ يا سلام. لمن تطمئن وفيها
من الغل والريب ما لا يقال. فهل يحرسن بنو ضمضم ظهر عروة إن كرت الخيل عند النزال؟ يقول لكم كاهن القوم إني أرى في اتحادكم دافعا للهزيمة. يقول لكم كاهن القوم إني أرى في اتحادكم دافعا للهزيمة، وأنتم بأطماعكم لا ترون سوى ما يلوح من الحسن من تحت ثوب القنيمة. فهل يكسب الحرب من لا يرى في عيون الصديق سوى وتره والجراح القديمة؟ يا الله. فهل يكسب الحرب من لا يرى في عيون الصديق سوى وتره والجراح القديمة؟ أبدا. فررت لا والله، ولم تلتبس بي مقاعس مثل العقاب. فررت وقد أشرعت للحصاد الرقاب. فررت وما نسعة في لساني، فكنت المتوج يوم الكلاب. يقول أرى الخيل تقبل كن مردفي، فالدماء تطل. يا سلام. يذكرني الرحمة والموت يكشف عن ساقه قد أطل. أتذكرها الآن؟ والتفت الساق بالساق، كيف ردافك والكل فل؟ وبيني وبينك صدع قديم، تمكن بالقلب أعمى المقل. أريتك إن كان قلبي وقلبك في الحرب هذه سواء على نية واحدة. يا سلام. ترى هل سأرمي لواء، هل سأرمي اللواء وأغدو شريدا كمن جاءها الطلق ليلا من الوحش فانتبذت فاردة؟ ألا بئس ما ظن بي، لست غرا ولست جبانا، ولكنها الحرب. فاختر لنفسك أي الفريقين تبغي، أي الفريقين تبغي، يا سلام، مع الصابرين أم الفرقة الواردة؟ ألا فاغسل القلب، ألا فاغسل القلب أحقاده، وابذر الحب، يؤتكم الله ما تبذرون. يا سلام. أميق الحزازات عن كل وجه، فهل لفظ البحر أمواجه؟ ثم سار إلى غاية ما لكم في ضلالكم تعمهون. خسرتم وأنتم ألوف لأنكم تجمعون وهم يجمعون. فها جوقة الحرب نادت وريش الرصاص، أعيدوا إلى الأرض زيتونها. ليس للفجر من ظلمة الليل غير القصاص. ألا فزرع الأمن أزهاره في قلوب الجميع بغير انتقاص. وكونوا لنا شهوة القحط للماء، كونوا لنا حنطة للجياع. يا سلام. فقد عام فجر الخلاص. أعيدوا إلى الأرض زيتونها، فقد آن فجر الخلاص. أحسنت كثيرا دكتور أسامة، الشاعر السوداني الجميل. دكتور أسامة، بعيدا عن شخصيتك الأكاديمية، قريبا من بساطتك الأخوية للشعراء الذين تحبهم ويحبونك، إذا ما أردنا أن نطرح الآن أفكارا إيجابية صريحة مباشرة، إذا ما التزم بها الشعراء وطبقوها على الأرض كانت لهم الريادة وانعكست على مجتمعاتهم بالفائدة المباشرة، بعض هذه الأفكار من وجهة نظرك وتجربتك. يا حبيبي وعزيزي، والله الأمر متشابك متشابك، لكن أنا دائما ما أقول كن نفسك. حين تتلاقح الأفكار بين شاعر وشاعر ينبغي أن تتلاقح في أسمى معانيها. نعم. الإنسانية جمعاء، لكن متى ما نظرنا بأفق ضيق إلى ذاتيات وقوميات صغيرة 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 فستصغر الهمم. الشعر يجمعنا، والشعر هو الإنسانية في أسمى معانيها. يا سلام. الآن غزة تنزف، لبنان تنزف، السودان ينزف، اليمن ينزف، ما من بلد إلا وهو ينزف بشكل من الأشكال. أحسنت. فالآن ما أراه قد بلغ بالناس مبلغ
من يعني هي الحالة التي تسبق الاكتئاب هي حالة لا مبالاة، أن ترى الأشلاء وأن ترى الجثث وأنت في واد بعيد بين من فعل أيهما الصواب وأيهما الخطأ. ما أعرفه أن الصواب أن هنالك شعب يقتل وأن هنالك عدو واحد لا غير، لا غير. فالتحزب، التفكك، التداعي إلى أصغر الأشياء، نعم، هو الهزيمة بعينها. وهل يريد عدونا غير ذلك؟ أحسنت كثيرا، وهي وجهة نظر مقدمة وتستحق أن يتوقف عندها الكثيرون ممن يتقصون الحكمة. سأعود إليك بعد فاصل قصير دكتور أسامة، على أمل أن تكون قد جهزت لنا قصيدة عمودية هذه المرة ننتصر بها إلى صافي الخليل ابن أحمد. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مشاهدينا، نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا. نجدد الترحاب بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي بيت القصيد في كل مكان، وكذلك نرحب بضيفنا الشاعر السوداني الجميل الدكتور أسامة تاج السر معنا عبر الانترنت من الدوحة العربية. دكتور أسامة، إلى الشعر من جديد، تفضل. هل استقررت على نص ما أم لم تستقر بعد؟ نعم، أنت مستقر دائما على الجمال وأنت شريكه في كل حال، تفضل، نحن جاهزون للاستماع إليك، تفضل. بعيدا عن الحرب قريبا من القلب، للعطر موسيقى وعينك لحن، للعطر موسيقى وعينك لحن، غني فكلي في حضورك ظن، صمتي هدير الموج في أغلاله، وما سمعت القلب كيف يرن، الأمن في عينيك كحل ضاحك، فعلام بالشفتين يلهو الظن، لا تعبثي بالورد، أنت حديقة، إن عف حسن فيك أينع حسن، ردي عبيرك كي تغني وردة ويصيخ مشتاق ويشرق فن، ردي عبيرك فالعبير جريمة كبرى، أخاف عليك عطر فدن، ورؤاي سكرى والأماني غبطة، فبأيها سيموت فيك الأمن، نشاعر والشعر كل فضيلة، أحدو به نوق الخيال فتحنو، الشعر قافلة وأنت حداؤها، وبغير حدو هل يسير الطعن، أنا شاعر ضحكت فقال عبيرها، وعبيرها إن قال فهو اللحن، يا شعر قل للشاعرين جميعهم وإن ادعوك في الحقيقة مين. يا سلام عليك. هم كالحواريين آمن جمعهم بالمعجزات، وبعضهم يضم وجميعهم كالسامريين، أضلهم عجل الجمال وفي الجمال الفن، قالت لي الحسناء دون التكلف، ما كنتم الشعراء لولا نحن، ما كنتم الشعراء لولا نحن. والله صدقت وصدقت بهذا الوصف دكتور أسامة. إذا أردنا للشعر أن يكون أكثر قربا من الجمهور، أن يصبح جزءا من يوميات العامة من الناس البسطاء على اختلاف منازل التلقي، ما المطلوب أن يهتم به الشعراء أكثر حتى تتحقق هذه الفكرة؟ ما الذي ينبغي عليهم أن يفعلوه ليصبح الشعر جزءا من يوميات العامة؟ عن نفسي
لا أرى ذلك ممكنا، صدقني يا عزيز. الشعر كائن أثيري مرتفع جدا ومتطلب جدا، هو كالحسناء تماما، يصطفي أهله اصطفاء، يا سلام. شعراء وجمهور. الشعر الأقرب إلى الجمهور هو الشعر العامي، وإنما سمي عاميا لأنه كتب للعامة وبلغة العام. أنا أقول إذا كانت القبائل العربية منذ العصر الجاهلي لكل قبيلة لسان تعرف به يختلف اختلافا كبيرا عن القبيلة الأخرى، تواطأ الشعراء على هذه القصائد فكانت بلسان عربي مبين، صحيح. لكنها مع كل ذلك كانت لصفوة الناس نعم. وليس لعامي. والمقولة الأشهر لأبي تمام تتكرر في كل عصر من العصور، نعم. لماذا لا تقول ما يفهم ولماذا لا تفهمون ما أقول؟ صدقت نحن كثيرا. بين معادلتين، نعم. معادلة الجمهور ومعادلة الشعر نفسه. من كتب أحسنت. الشعر للشعر سيحتفظ هذا الشعر ببريقه وبرونقه، وسيجد صفوة الناس الذين يقرؤونه على مر التاريخ. ومن كتب لأجل الجمهور فإنما هي موجة لمدة قصيرة لأن الجمهور متغير، صدقت بينما الشعر هو الثابت الوحيد في الحياة. صدقت دكتور أسامة. قبل أن أذهب إلى القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة، أود أن أسألك عن غايتك البعيدة من الشعر. لكل شاعر غاية، فما هي الغاية الذاتية لأسامة تاج السر، الغاية البعيدة التي تسعى إلى تحقيقها؟ تفضل. أنا والله لا أتغيى من وراء الشعر غاية، فهو الغاية في ذاته. هو غايتك إذن؟ أن أكون إنسانا، أن أكون سمحا هينا لينا طيبا يعكس روحه للناس، وأسعد أن تكون هذه الروح شفافة كهذا الشعر الشفاف. وهي غايات جليلة نبيلة وجميلة، تليق بك وتليق بها، وستبقى رهن يدك وقلبك ما دمت قائما عليها ملتزما بشرائطها. إلى القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة، وأكيد هي مفتوحة على بدايات متجددة مع أسامة تاج السر في حلقات قادمة، فنحن لا نكتفي من الجمال وإنما دائما نطمع إلى المزيد. تفضل دكتور أسامة إلى قصيدة جديدة. إطار الزمان، إطار الزمان، تفضل. نفثة الوحي، نفثة الوحي أرضعتني المعاني، فردتني فبصمتي في لساني، غرد الحب في فؤادي سربا عبقري الشذا لذيذ الأماني. الله. غرد الحب في فؤادي سربا عبقري الشذا لذيذ المعاني، عصر العطر من ورود عذارى وسقاني من بوقها ما سقاني، فتدلى من كرمة الشعر لحن كان بالأمس تركة لابن هاني، عازه عن صماجة عبقري أمة قد خلت وها قد أتاني. يا سلام. قم وهات الحروف ثم اسقنيها وادن أسمعك أعذب الألحان. قم وهات قم وهات الحروف ثم الحروف اسقنيها وادن. ثم اسقنيها وادن أسمعك أعذب الله. الألحان. جميل. كل شيء هنا لروحي ظل، كم أنا بي من الشقوص طراني. كل شيء هنا لروحي ظل، كم أنا بي من الشخوص تراني. يا سلام. ينهض النيل إن شدوت فواها، من أعار الزمان شجو لساني، المدى سائق الخطى يتلوى، الإزار المساء من ثعبان، رق
سقط النجم صفوه في اتساقه، فمشى النيل صورة الأفعوان، ينصل النيل من مدى الليل وهنا، فيعود الزمان للدوران. مقعدي كان فكرة تتهادى، مقعدي كان فكرة تتهادى، في هدير السكون كان مكاني. الله. يهمس العشب لي بطرف مبين، فأرى الصوت راعشا في بنان. تهطل الريح فالزهور بروق، وكأي من الخواطر داني. أين يرسو المدى وما من فراغ؟ من أعار المكان ظل المكان؟ أهو الكون ما نرى أم تراه صورة الغيب في إطار الزمان؟ لي من الحرف رشفة أحتسيها، رب حرف يبز بنت البنان. أفرغ الكون في غرارة كوبي، أنا صاح فكيف بي سكرتان؟ يا سلام، شكرا جزيلا. يعني أود أن أسجل هنا شكري الشديد وإعجابي الكبير بإلقائك وشعرك الجميل، وشكر الكبير لحضرتك دكتور أسامة تاج السر الشاعر السوداني لتشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. وصلنا إلى الختام، ماذا تود أن تقول؟ أنا من يتشرف والله يا عزيزي يا مصطفى بك وبالرافدين وبمشاهديك الكرام جميعا، وأثق أن بيت القصيد له صفوة من جمهور الناس من أهل الشعر وأهل الذائقة وأهل الأدب، فكل أمنياتي لك ولهم بأوطان سعيدة معافاة. وأنتم من صفة الصفوة وتبقون كذلك دائما، وهذه الحلقة منفتحة على حلقات قادمة، فالجمال لا يمل. شكرا جزيلا لك الشاعر السوداني الجميل الدكتور أسامة تاج السر، شرفتنا كثيرا، وكذلك أنتم أعزائنا المشاهدين في كل مكان. نلتقيكم بحول الله وقوته في الأسبوع المقبل. دائما وأبدا ظلوا في أمان الله، إلى اللقاء.